طب ايه السعر اللي موجود على ارض الواقع، البيع والشراء الكلام الجد؟ بنتكلم في 1,150,000 جنيه. السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ معاكم احمد كامل من وورلد اوتو. معانا النهارده العربيه الجيتور الاكس 70، عربيه من اوائل العربيات اللي احنا صورناها في بدايه القناه، عربيه قلنا فيها شعر وقلنا فيها قصائد كبيره جدا، عربيه ممتازه وكويسه، بتقدم لك اوبشن محترم، بتقدم لك عوامل امان برضو محترمه جدا. العربيه هنشرحها شرح تفصيلي مع اختلاف الاسعار اللي بقى زياده جدا. هل العربيه دلوقتي بقت قيمه مقابل سعر على اللي بتقدمه، او هي كويسه مع منافسينها؟ هل اشتريها ولا اشتري عربيه من المنافسين؟ كل دوت هنقوله ان شاء الله في الفيديو، وهقول لك السعر بعد الاوفر برايس. زي ما حضراتكم عارفين ان الاسعار الرسميه مش موجوده، والتوكيل اصلا مش بيبيع عربيات، فهقول لك برده السعر الرسمي وهقول لك السعر اللي مش رسمي. انزل بقى بسرعه اعمل الاشتراك الجميل بتاعنا في هذا الجرس عشان يوصلك كل جديد من وورد اوتو. بيدج الفيسبوك هنحط اللينك بتاعه تحت في الديسكربشن، بيبقى عليه ابديت باسعار العربيات وبنتابع اخبار العربيات اول باول، تابعونا. لو هنشرح مع حضراتكم او هنتكلم على الموتور اللي موجود في العربيه جيتور، فملحوظه كده الكبوت بتاع العربيه دي يا جماعه تقيل ومحمل جدا جدا، تقيل يعني. العربيه طبعا زي باقي اخواتها وزي باقي الفئه السعريه ديت بتيجي بموتور 1500 سي سي تربو، وكويس ان هو بيجي 4 سلندر مش 3 سلندر. العربيه بتيجي 147 حصان و210 نيوتن، متوصله بناقل حركه اوتوماتيك من 8 سرعات. السرعه القصوى اللي موجوده في العربيه بتيجي 180 كيلومتر في الساعه. خزان الوقود بيجي معاك 55 لتر. لو هنشرح مع حضراتكم الشكل الخارجي اللي موجود في العربيه الجيتور، فالفئه اللي موجوده معانا النهارده هي الفئه الثانيه. طبعا زي ما انتم عارفين دي العربيه اللون الاسود واللون دوت اللون الابيض، والعربيتين الفئه الثانيه. هقول لحضراتكم واحنا بنشرح الاختلاف اللي ما بين الفئه الاولى وما بين الفئه الثانيه، وبرده لما نخش في اخر الفيديو هقول لك بالتفصيل كل الاوبشن وعامل الامان والاختلاف اللي ما بين الفئات اللي موجوده في العربيه الجيتور. طبعا الفئه الثانيه موجود فيها اضاءه نهريه ال اي دي، وموجود فيها سنسور بارك امامي، وموجود فيها كاميرات 360 درجه. الكاميرا الاماميه زي ما حضراتكم شايفين اللي موجوده معانا، الكروم اللي موجود في الشبكه الاماميه، وكلمه جيتور الوسطيه. الاضاءه النهريه ال اي دي اللي موجوده معاك في العربيه. مقدمه العربيه او شكل العربيه من الامام بصراحه شكلها ممتاز وكويس. لو هنيجي جنب العربيه في الفئه الاولى والفئه الثانيه بيجوا الاثنين بجنط 18 بوصه. العربيه طبعا موجود فيها مرايات واشارات في المرايات، والكاميرات اللي موجوده زي ما قلت لحضراتكم ابرز الاختلافات اللي ما بين الفئه الاولى والفئه الثانيه هي الكاميرات ال 360 درجه والسنسور الامامي اللي موجود معانا. العربيه للاسف في الفئه الاولى وفي الفئه الثانيه ما بتنزلش بازاز في مية. الخلوص الارضي اللي موجود في العربيه الجيتور بيجي معاك 210 ملي متر. جنب العربيه سلس وعملي ومفيش سوك، وحاجه برده ممتازه ما بحبش العربيات اللي بيبقى موجود فيها سوك. العربيه طبعا دخول وخروج بدون مفتاح، وستارت ستوب انجن موجود في العربيه. ده كده جنب العربيه باختصار شديد. نشرح دلوقتي مع حضراتكم شكل العربيه من الخلف، تابعونا. لو هنكمل مع حضراتكم شرح العربيه الجيتور، زي ما انتم شايفين الاضاءه ال اي دي اللي بتيجي معاك الاماميه والخلفيه، وكلمه جيتور اللي بتيجي بعرض الشنطه، والسبور الخلفي، وزي ما قلت لحضراتكم العربيه مش بتنزل بازاز في مية. السنسور الخلفي اللي موجود معانا، وبرده الكاميرا الخلفيه اللي موجوده. لو هنفتح كده مع حضراتكم الشنطه، طبعا الشنطه بتيجي معاك كهرباء زي ما حضراتكم شايفين. تقدر طبعا تنيم الكراسي اللي موجوده في الكنبه الخلفيه، وتكبر معاك مساحه الشنطه وتوصل 1260 لتر. هتبقى مساحه الشنطه معاك ممتازه وكويسه جدا جدا، وهتشيل حاجات كتير جدا. العربيه طبعا زي ما انتم عارفين بتيجي معاك 7 راكب، ومعاك مخرجين 12 فولت ورا في الشنطه. المساحات اللي موجوده في العربيه حتى الصف الثالث اللي موجود فيها واسعه وكويسه.
نخش بقى دلوقتي مع حضرتك ونشرح المساحات اللي موجودة في الكنبة الخلفية، تابعونا. فالمساحات اللي موجودة في الكنبة الخلفية في العربية الجيتور زي ما انا قلت لحضراتكم حدث الحرج ممتازة وكويسة جدا جدا، وهتشيل من الحبايب كتير. زي ما انتم متعودين معانا الكراسي الأمامية بنتحط في وضعية متوسطة بحيث الشخص اللي قدامي يبقى قاعد مرتاح، ونفس الكلام اللي قاعد في الكنبة الخلفية برضو يبقى قاعد مرتاح. فالمسافة أو المساحة اللي ما بينه وما بين الكرسي الأمامي ممتازة وكويسة جدا، نفس الكلام المسافة اللي ما بينه وما بين السقف والقايم اللي مش هيعيقك نهائي وانت داخل أو وانت خارج. طبعا الكراسي اللي موجودة في العربية بتيجي كلها من الجلد، معاك مخرجين USB ومعاك فتحات تكييف خلفية. العربية مفيش فيها نفق فتيس نهائي، ولو متوسط ولو هو كبير، هي مفيش فيها نهائي نفق فتيس. طبعا الجلد موجود في اغلب اجزاء العربية، مسند ايدك، الاكرة بتيجي معاك من الكروم، الجزء العلوي اللي موجود في الباب بس هو اللي بيجي معاك من البلاستيك. العربية طبعا موجود فيها فتحة سقف بانوراما، طبعا تقدر ان انت تجيبه لقدام او لورا زي ما حضراتكم شايفين، تقدر تتحكم فيه من الاسفل من تحت. احنا كده مرجعينه على الاخر لورا خالص، تقدر ان انت تجيبه لقدام شويه، برضو انت هتبقى قاعد مرتاح بحيث الاشخاص اللي موجودين في الصف الثالث المساحه اللي موجوده فيها تبقى برضو كويسه ليهم. نخش بقى دلوقتي نشوف الانبهار وكميه الاوبشن والحاجات الجامده جدا اللي موجوده في العربيه الجيتور في الصالون الامامي، تابعونا. احنا دلوقتي مع حضراتكم في شرح الصالون الامامي للعربية الجيتور الX70. ندور كده على السريع مع حضراتكم العربية، ده زرار الستارت ستوب انجن زي ما انتوا شايفين. العربية بتيجي بشاشة اعدادات ديجيتال 12.3 بوصة، انت معاك الRPM زي ما انتوا شايفين على الشمال اهو، السرعات في النص، معاك مؤشر حرارة ومؤشر بنزين موجود معاك في العربية. هنراجع كده معاك لورا شوية، فانت عندك الطارة اللي مكسوة بالجلد اللي فيها التحكم في المالتي ميديا ومثبت السرعة. شكل الطارة بصراحة ممتاز وجميل جدا جدا. لو هنيجي هنا على اليمين شاشة المعلومات اللي بتيجي معاك 10 بوصة اللي موجود فيها اندرويد اوتو وموجود فيها ابل كار بلاي. هنشغل كده مع حضراتكم التكييف اللي موجود في العربية. نوطي الصوت هنا، بتعلي وبتوطي المروحة، وده الزرار بتاع الكباس لما بتشتغله بيشتغل معاك التكييف، لما بتقفله بتشتغل معاك مروحة عادية. هنا بتعلي طبعا وتوطي درجة البرودة اللي موجودة في العربية، كده موجودة على أقصى برودة أو أفضل برودة. هنا بتقفل دخول وخروج أي هواء خارجي سواء كان عدم سيارات أو التراب اللي موجود في الشارع، وانصحك إن أنت تبقى عامله على الوضعية ديت. وهنا طبعا ده زرار بتاع البرودة والزرار دوت بتاع السخانات. هنبص كده على الريزوليوشن اللي موجود في الكاميرا الخلفية، هو مش أحسن حاجة بصراحة بس شغال. دي الكاميرا اللي على اليمين، وديت الكاميرا اللي على الشمال، وديت العربية الجاك جي زيفن اللي موجودة في الأمام، تمام كده. ده الزرار بتاع الانتظار. هنا عندك مساحة تخزين، هنا ده بتعلي وبتوطي الصوت زي ما انتوا شايفين. هنا طبعا السخانات اللي موجودة معاك في الكراسي الكرسيين الأماميين، ده ناقل الحركة. الجزء ده كله طبعا بيجي معاك من البيانو بلاك، الستارت ستوب انجن، الاوتو هولد، فرامل اليد اللي بتيجي معاك من الكهرباء، الاتنين كاب هولدر، الكونسول الوسط طبعا اللي بيجي كله معاك من الجلد، معاك هنا مخرج USB في الداخل، مفيش هنا معاك تكييف. بص كده على الدرج اللي في الامام، مساحة التخزين نقدر نقول عليها ان هي متوسطة. معاك برضو هنا بيانو بلاك موجود فيه، الجزء طبعا ده كله بيجي معاك من الجلد، وهنا الجزء ده كله بيجي معاك سوفت تاتش. مراية موجود معاك، جراب نظارة، جراب النظارة ده مش موجود في الفئة الاولى، الاضاءة اللي موجودة في العربية. فتحة السقف، نفتح كده فتحة السقف البانوراما، زي ما حضراتكم شايفين لحد اخر الكرسيين اللي موجودين ورا.
الشماسة مش موجود فيها مراية، هنا موجود معاك مراية في الشماسة. فتحات التكييف بصراحة برضو شكلها شيك وكويس، وبيانو بلاك اللي موجود حوالين فتحات التكييف برضو مديها شكل جامد جدا. هنا الأكرة اللي بتيجي معاك من الكروم نفس، هنا عندك سوفت تاتش ورا في البيبان، كان معاك الجزء دوت كله بيجي معاك بلاستيك، الجزء ده كله بيجي من الجلد، ومسند ايدك برضو بيجي معاك من الجلد. هنا الازاز بيجي معاك اوتو، العربية موجود فيها وحدة رفع، الازاز اللي موجود في العربية كله بيجي معاك اوتو. هنا ده اللوك بتاع العربية. تمام كده، كده احنا شرحنا كل حاجة موجودة معاك في الصالون الامامي. نقف دلوقتي مع حضراتكم على اخر واهم جزء في الفيديو، تابعونا. دلوقتي احنا مع حضراتكم في اخر واهم جزء في الفيديو، هقول لك الاختلاف اللي ما بين الفئات اوبشن وعوامل امان، وسعر طبعا الرسم للعربية، وسعر العربية بعد الاوفر برايس. لو هنتكلم على طبعا عوامل الامان اللي موجودة في العربية، فانت عندك حساس مراقبة ضغط الاطارات، 2 ايرباج، واوتو هولد، واي بي دي، واي بي اس، ونظام ثبات الكتروني، ونظام مساعده على المرتفعات. الفئه الثانيه بتزيد مثبت سرعه، برنامج تسجيل السياره وانت ماشي، طبعا العربيه بتسجل معاك فيديو، ومراقبه النقط العمياء، وتحذير مغادره المسار. ده الفرق ما بين عوامل الامان في الفئه الاولى والفئه الثانيه، والمتوفره اكتر في السوق هي الفئه الثانيه، هي اللي احنا مصورينها لحضراتكم. العفشه الاماميه اللي موجوده في العربيه بتيجي معاك ماكفرسون الاماميه، والخلفيه بتيجي معاك مالتي لينك. لو هنتكلم بقى على الفرق ما بين الفئات، العربيه طبعا فيها تكييف اوتوماتيك، تكييف خلفي، امكانيه طي المقاعد الخلفيه، الجنوط ال 18 بوصه، الاضاءه الاماميه الهالوجين، مصابيح ليد خلفيه، تطعيمات كروم داخليه، شاشه 10 بوصه وبلوتوث، واتنين مخرج 12 فولت واربع سماعات. الفئه الثانيه بتزيد 3 مخارج 12 فولت وست سماعات، وشاشه عدادات ديجيتال 12 و3 من 10 بوصه، اندرويد اوتو، ابل كار بلاي، والطاره من الجلد، واضاءه نهاريه ال اي دي، وفوانيس شبوره اماميه، وفتحه السقف بانوراما، ومرايات الضم الكهرباء، والكاميرا الخلفيه، والسنسور الخلفي، والكاميرات ال 360 درجه، وستارت ستوب انجن، دخول وخروج بدون مفتاح، وجراب النضاره اللي موجود في العربيه. زي ما قلت لحضراتكم ان الفئه اللي متوفره دلوقتي في السوق هي الفئه الثانيه اللي احنا مصورينها لحضراتكم. السعر الرسمي للعربيه الجيتور الاكس 70 بنتكلم في 550 الف جنيه، والسعر ده طبعا مش موجود على ارض الواقع زي ما انا قلت لحضراتكم. 590 او 550 زي ما انا قلت لكم مش منطقي لو هتقارنه بالاسعار التانية. التوكيل مش معلن على اسعار رسمية ومش بيبيع عربيات. طب ايه السعر اللي موجود على ارض الواقع البيع والشراء؟ الكلام الجد بنتكلم في 1,150,000 جنيه الفئة اللي موجودة معانا النهاردة، دي سعر البيع والشراء الاستلام الفوري. انا مش بروج لأوفر برايس، عشان في ناس دخلت بتقول لي انت بتروج بأوفر برايس وانا واخد دولارات، انت واخد بالك انت، عشان احنا شعب مش بيعجبه حاله. اقول لك اسعار رسمية، يدخل يقول الاسعار اللي مش رسمية، لان الاسعار الرسمية مش موجودة في ارض الواقع. اقول الاسعار بعد الأوفر برايس، انت بتروج للأوفر برايس وانت واخد دولارات وقابض، كده كده محدش بيعجبه حاله. فاعمل اللي يريحك واعمل اللي انت راضي عنه واللي انت شايفه صح. انا بقول لك الاسعار الرسميه والاسعار اللي مش رسميه. الاسعار الرسميه بمنتهى الشفافيه وبمنتهى الامانه هي مش موجوده، مش هتعرف تشتري بيها، مش منطقيه. 550 ده اخر سعر انا شفته او اخر سعر انا سمعته في الاسعار الرسميه، لان التوكيل لو دخلت كلمته على الصفحه ومش هيقول لك على اسعار، مفيش اصلا اسعار. احنا بنتكلم في ارض الواقع 1,150,000 جنيه. عربيه الجيتور زي ما قلت لحضراتكم احنا صورناها في بدايه القناه، العربيه دي قلنا فيها كلام كتير جدا لما كان سعرها حنين ولما كان سعرها كويس، والعربيه كانت لسه في بدايتها او في بدايه طرحها في السوق المصري، وكان في قلق شويه ان انت تشتري العربيه ديت، فيها مجازفه عمليه مش عمليه، الكلام ده كله. العربيه اثبتت كفاءتها في السوق، عربيه ممتازه بتقدم لك خامات بصراحه حدث ولا حرج، عربيه 7 راكم اوبشن، والعوامل الامان اللي موجود في العربيه والتكييف برضو ممتازين وكويسين جدا جدا. ده كل اللي موجود في العربيه الجيتور. لو في اي حاجه احنا نسيناها اكتبوا لنا تحت في الكومنتات، ولا في اي فيديوهات حابين ان انتم تشوفوها الفتره الجايه برضو اكتبوا لنا تحت في الكومنتات وهنرد على حضراتكم. ما تنساش تعمل الاشتراك الجميل بتاعنا، تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من وورد اوتو. بيج الفيسبوك بنحط اللينك بتاعه تحت في الديسكريبشن، بيبقى عليها ابديت باسعار العربيات وبنتابع اخبار العربيات اول باول. شكرا.